معلش يا استاذه ناهد، عايزه اعرف من حضرتك، يعني هو بيذاكرش خالص خالص؟ بيه؟ هو بيذاكرش خالص؟ لا معلش السؤال تاني. يعني هو حضرتك ابن حضرتك ما بيذاكرش خالص نهائي؟ خالص يعني. طب هو وصل لتاني اعدادي ازاي؟ وصل لتاني، لا هو لحد سته ابتدائي كان حلو جدا. تمام. واول ما دخل مرحله اولى اعدادي كان صعب جدا جدا. اشمعنى بقى اولى اعدادي؟ ما اعرفش ايه اللي طرق عليه؟ او مثلا مش عاجبه المدرسه، يعني انا كذا مره اتكلم معاه واقول له طب ممكن انا تقعد من المدرسه وننقل مدرسه ثانيه. هل في ظرف في البيت حصل؟ هل في مثلا هو غير المدرسه، غير صحابه، حصل له مشاكل مع صحابه مثلا؟ والله هو بصي هقول لحضرتك، هو في سنه سته عام كان في مدرس معاه من ابتدائي لحد سنه سته، فجه في سنه خمسه اتوفى. فحالته النفسيه بقت صعبه شويه. بعد كده لقيت يعني عايزه ان انا اكلم المدرسين ان هم يتعاملوا معايا زي ما كان المدرس ده بيتعامل معايا. هنجاوبك يا ناهد دلوقتي، خلاص احنا حاطين ايدينا على المشكله فين. قولي لنا بقى شوفي ازاي يعني الواحد ممكن يحبب الحد في التعليم، التعليم بالحب بنسميه، ان المدرس لو حبب فيه الطلبه بتوعته يعني هيحبوا يذاكروا عشانه. فلا هو وصل لتانية اعدادي، وهو الكلام ده حصل له في سته ابتدائي، وفقد المدرس ده في سته ابتدائي، فهو نجح من اولى اعدادي وراح تانية اعدادي، وهي تاخد بالها ان هو داخل خلاص كمان على سن مراهق، فده سن متعب بصفه عامه، وهيبقى فيه ده طبيعي. طالما بينجح يا جماعه بلاش نضغط عليه، بلاش نقول ان هو فاشل، بلاش نقول انه لا ما بيعملش حاجه، بس ما هو بينجح. الدكتور ما بيذاكرش خالص. ما بس ما بينجح. طب بينجح ازاي؟ طبعا ما هو فعلا بينجح ازاي، ده سؤال مهم. بينجح ازاي؟ بس انا عجبني سؤال حضرتك جدا ان انت سالتيها هو ايه الظرف اللي حصل، يعني اكنك عارفه ان في ظرف حصل. اكيد لازم في حاجه تغير فجاه، ما في، او اما دخل بقى في شله مثلا بوظته اهتمامات تانية غير المذاكره. بس هي بتقولي كان كويس لحد سته ابتدائي بيذاكر المذاكره اللي هي بترضيها. طب ما هو ممكن بقى مش بالوقت اللي احنا قلناه. طالما بينجح يا جماعه ما تضغطوش على عيالكم، علشان هو ده اللي بيخليهم يدوهم دروس خصوصيه برضو ويزودوا عليهم في الدروس الخصوصيه، علشان هو لازم يجيب. فرقت ايه يعني ان هو نجح من بتفرق في حاجه واحده بس، في المرحله الانتقاليه اللي هي زي ثالثه اعدادي او ثالثه ثانوي او كده. ثانوي بالظبط، ثالثه اعدادي ثالثه ثانوي اللي هي حاجات بتحدد مصير. لا انا هنا بيضعف مجهوده، لازم يبقى قد المسؤوليه. طيب احنا برضو معانا منى دلوقتي عشان نعرف ايه المشكله اللي معاها. اهلا بيكي يا منى. اهلا بيكم، مساء الخير. مساء النور. اهلا وسهلا بحضرتك. قولي لنا يا منى ايه المشكله اللي بتواجهك في المذاكره مع اولادك؟ الكم، هي مش عايزه تذاكر كم كبير ووقت كتير، يعني هي عايزه تذاكر مثلا ساعه في اليوم. ولو ده دلوقتي كمان ايام امتحانات الموضوع بيبقى صعب جدا، ولو ضغطت عليها شويه بتهنج. هي في سنه كام؟ ان انا ببقى متاكده انها عارفه الاجابه. هي في سنه كام يا منى؟ تانيه اعدادي. برضه نفس السنه دي. السنه متعبه جدا، وبعدين هتلاقيهم شايفين انها مهمه، عن مش بس المراحل الانتقاليه بس المهمه، لان تانيه مرتبطه بثالثه، وهي لو طلعت مش واخده على المذاكره طب ما هي كده عمرها ما هتذاكر يعني بقى، مش هتعرف تلم الدنيا في سنه ثالثه. طب هي من اول السنه بقى فين؟ يعني ده الخوف. هي برضو بتقول لي السنه الجايه انا السنه دي انجح وخلاص، السنه الجايه انت عايزه مني مثلا مجموعه عشان ادخل ثانويه عامه. يمكن هي بتوفر طاقتها، يمكن هي بتوفر الطاقه بتاعتها عشان خاطر تروح للمرحله الانتقاليه وتجيب مجموع يرضيكي ويرضيها. بس برضو انا ما يرضينيش انها السنه دي تطلع مثلا بمجموع قليل، الفكره ان انا مش عارفه انظم لها الوقت، مش عارفه. يعني انت عايزه مجموع كام مثلا يا منى؟ 90 95. هيفرق في ايه طيب في تانية اعدادي؟ هيفرق في ايه؟ هيفرق انها طالعة مجمعة المنهج، فاهمة كويس قوي. ملوش علاقة بالفهم هنا، لانه كم كبير ممكن يكون مرتبط حضرتك بالحفظ مش بالفهم. صح، فمش هيفرق معاكي خالص ان هي تنجح ب80 زي تنجح ب90. هيفرق مع حضرتك امتى؟ في المرحلة الانتقالية اللي بيفرق فيها المجموع، عشان بتبقى معتمدة على الفهم اكتر فعلا. أيوة. طب هو المفروض الواحد يدي وقت قد ايه مذاكره في اليوم؟ ملهاش علاقه. دي ما اعرفش، انا مش عارفه اظبطها قوي معاها. الاكتر من كده بحس ان مثلا هي بتحب المواد، طول ما هي شاطره فيها هي بتذاكر، المواد اللي هي مش شاطره فيها بتسيبها. طب انا اعمل ايه؟ انا مش بعرف. طب إيه؟ انت مثلا ما بتعرفيش تحببيها في الماده دي؟ ما يمكن المدرس اللي بيشرح لها الماده دي مثلا مكرههم فيها مثلا. ده مشكله رهيبه، إن لو المدرس بتحبه هتحب المادة وتبقى سهلة جدا، حتى لو أنا شايفة إن المنهج صعب.
منى بنشكرك جدا جدا وهنجاوب عليكي دلوقتي. دكتور ارجوكي حاجتين بقى افصلي بقى النزاع ده حته وقت قد ايه دي احنا قلناها مفيش حاجه اسمها وقت قد ايه انت بتستوعب بس هي بتقول لها ساعه قد ايه بتقول انا عايزه اذاكر ساعه واحده في اليوم والله ما يمكن قدر استيعابها في الساعه دي كويسه. طب انا هقول لك انا فاكره يا دكتور خدي بالك بيتفرج علينا دلوقتي طلبه وطالبات كتير انا كنت بذاكر مش اكتر من ساعه فعلا ما شاء الله يعني بس كنت بعمل ايه الاربع سنين الاولى مش انت ده طلع فرق بيني وبين الثانيه 300 درجه متخيله الاربع سنين بس انا كنت بعمل ايه ما عشان كده بسالها هي بتعمل ايه طول السنه وكنت مش بسيب بهمل طول السنه مش بهمل ما هو انت لو اهملت ذاكرت ساعة ولا ذاكرت اليوم كله مش هيعملوا حاجة صح مش هيعملوا لك حاجة طول مش هتقدر عقلك البشري مش هيقدر يجمع كل ده في الامتحانات كمل المعلومات دي فأنت لو طول السنة واخد بالك بتراجع أول بأول حتى لو نص ساعة في اليوم هتيجي بقى وقت الامتحانات هتفرق معاك جامد صحيح فهي سالتنا عن الوقت يا جماعه الوقت دي على حسب قدره كل واحد وفي ناس طب والله انا لازم اقول لحضرتك الموقف ده عشان الام الجميله دي تاخد بالها معايا انا احنا كنا في ايام الامتحانات عشان يعني كنت انا اللي بعمل لاصحابي الملخصات والحاجات دي كانوا بيجوا يعيشوا عندي عشان يذاكروا معايا تمام وصحابي بقى مختلفين كل واحد ليه طريقه مذاكره مختلفه وكل واحد اكيد حضرتك طبعا أكيد. وقت الامتحانات كلكم بتعيشوا المرحله دي فكان في واحده صاحبتي دي كانت من الناس اللي 24 ساعه فعلا لو جبنا لها تشرب كوبايه عصير هي بتشربها وهي بتحفظ بتذاكر تصحى من النوم ما بتعملش اي حاجه بتدور على ملزمه جنبها كده هي حاطه ملزمه جنبها على 24 ساعه تسمع لك السؤال بالاجابه بشكل الورقه برقم الورقه عندها قدره رهيبه يعني على في المذاكره دحاحه والله العظيم جابت جيد بالعافيه بالعافيه عشان بتحفظ خلاص ممكن ان هي مش قادره اكتر من كده ملهاش علاقه ملهاش علاقه خالص التفوق ده ما تضغطش على ابنك او بنتك في عدد ساعات المذاكره دي احلى جمله اختم بيها اختم بيها الفقره دلوقتي انه بلاش نضغط على اولادنا فعلا دكتور احنا بنشكر حضرتك جدا جدا شكرا لحضرتك يا رب تبقوا حضراتكم استفدتوا من الفقره دي خصوصا الاباء والامهات لان ده موضوع مهم جدا مش بالكم مش بكميه الساعات اللي هم قاعدينها على الكتاب وفي الاخر بنلاقي ان هو فعلا مش بيحصل النتيجه اللي انت عايزاها او النتيجه اللي ترضيكي بلاش توتر في البيت بلاش الحاجات دي كلها عشان مش بس تخليه قاعد على الكتاب 24 ساعه وتوتريه ويبقى في خناق في البيت انتوا كمان عليكوا عامل كبير جدا وقت الامتحانات بلاش طوارئ علشان كلكوا تبقوا مبسوطين خلينا نروح لفاصل سريع جدا ونرجع لتاني فقره